وبعد عباد الله، فمع موضوع خطير وهو موضوع مهم يتعلق بعقيدة المسلم، كان سبباً في وقوع الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو موضوع كرامات الأولياء. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وسطر ذلك علماء الأمة في كتبهم. الإيمان بما جاء عن الله في كرامات الأولياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نقل السعدي رحمه الله في قوله تعالى لهم البشرى، قال هو على قول بعض المفسرين كرامات تقع لهم، وفيها من الفوائد والثمرات أموراً كثيرة، منها الدلالة على عظيم قدرة الله وعلى كمال مشيئته، وكما أن الله سبحانه وتعالى جعل أسباباً تخرج منها مسبباتها التي وضعت لها، فكذلك فإن لله أسباباً يقصر عنها علم البشر، يجريها الله سبحانه وتعالى لبيان كمال قدرته وكمال قوته وكمال عزته، كما جرى مع كثير من أنبياء الله سبحانه وتعالى. مثلا ما وقع لموسى عليه السلام لما جاءه فرعون بجنوده تابعا لبني إسرائيل يريد إهلاكهم ودمارهم، ومعه من معه من الجيوش المحشودة ومن العتاد والعساكر الكثيرة، وكان أمام موسى عليه السلام وقومه البحر، فلما تراءى الجمعان، لما صار بعضهم يعاين بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. والظاهر من كلام الله أن موسى عليه السلام، وذلك الظن به، أنه ما كان يعتقد في عصاه أنها ستنجيه، ولكن كان يثق في ربه تبارك وتعالى، ويعلم أن قدرة الله جل وعلا لا حدود لها، لا يعجزه شيء ولا يقصر عن شيء، إنه على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وأن الله على كل شيء قدير؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يؤمنون. فإن قدرة الله لا حدود لها، فتزداد ثقة العبد في ربه، ويزداد توكله على ربه جل وعلا، وأنه سيجعل له مما هو فيه من الضيق مخرجا إذا ما هو اتقى الله وأتى بأوامر الله. ثانياً من فوائد الإيمان بهذه الكرامات التي تجري على أيدي أولياء الله، أن فيها دلالة على صدق الأنبياء، وأنها من معجزاتهم، لأنها إنما حصلت لهؤلاء ببركة اتباعهم لهؤلاء الأنبياء والمرسلين. أيضاً فيها التأييد لدين الله ونصرة دين الله، هذه هي الكرامات. وفيها أمور كثيرة، وهي
ما يجريه الله عز وجل على أيدي أوليائه من خوارق العادات لنصرة الدين ولرفعة هذا العبد وللتأييد وللتثبيت، كل هذا من مقاصد الكرامات. الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة، منها ما وقع لمريم عليها السلام وما وقع لغيرها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتجري الكرامات منذ عهد الصحابة إلى أن يكون المؤمنون مؤمنين وإلى أن تقوم الساعة. ومن أمثلة ذلك ما جاء في البخاري من حديث جابر ابن سمرة، وهو من أعجب الأحاديث، أن أهل الكوفة لما ولي عليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شكوه إلى عمر حتى ذكروا أنه لا يحسن الصلاة، فاستدعاه أمير المؤمنين وقال له يا أبا إسحاق إن هؤلاء قد شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. قال والله إني لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصلي بهم صلاة العشاء فأركض أي أطول في الأوليين وأخف في الأخريين أي أتجوز فيهما. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم بعث معه رجالا إلى الكوفة يسألون ويتثبتون، فما دخلوا على قوم من أهل الكوفة وما دخلوا مسجدا وسألوهم عن سعد وعن حكمه إلا وأثنوا عليه خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس فنشدوهم بالله كيف سعد فيكم؟ فقال رجل يقال له أسامة، قال أما وقد نشدتنا بالله، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال أحد رواة الحديث قال فلقد رأيته وقد سقط حاجباه على عينيه وهو يسير بالسكك يغازل الجواري، فإذا سئل عن ذلك قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. كرامات الأولياء ثابتة، ووقع أيضا لسعد كما أخرج ذلك وحسنه الذهبي في السير وذكره الطبراني وغيره من أهل العلم عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه بينما هو يمشي يوما إذ مر برجل وهو يشتم طلحة والزبير وعليا، فقال له تشتم قوما قد أنزل الله فيهم ما أنزل وخصهم الله بما قد خص، فوالله لتكفن عن شتمهم أو لأدعون الله عليك. لأن ذيل الأولياء الحقيقيين لا يجوز سبهم ولا انتقاصهم ولا التعرض لهم، من تعرض لهم بشيء من ذلك فهو على غير السنة والسبيل، مجاف لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء والأئمة المتبوعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ومن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الخوض في ذلك
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال لتكفن عن شتمهم أو لأدعون الله عليك. فقال تخوفني كأنك نبي. انظر إلى سوء الأدب مع الصحابة. التنبي قال له تدعو علي؟ وإنما يدعو عليه سعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن تكون دعوته مستجابة. ودعا الكثير من الناس، يقول لك من هم الصحابة؟ وهم رجال ونحن رجال، ولهم عصرهم ولنا عصرنا، ولهم عقولهم ولنا عقولنا، لا يلزمنا فهمهم ولا نتبعهم. ولا يقول ذلك إلا في الدين. ما بقول الكلام ده إذا مرض. لو جاته مشكلة في الكلى بيمشي الدكتور، ما بيقول الدكتور الفلاني راجل الأخصائي ده وأنا راجل، جيبوا سكين وخليني أعمل العملية في المطبخ. ما بيعمل كده، مع إنه دير رجال وإنت رجال. لو كانت الرجال هكذا، ربنا قال عنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم وعن أعمالهم، ورضي الله عن أفهامهم وعن عقائدهم وعن أعمالهم. أتساوي نفسك بهم؟ قال ابن الجوزي رحمه الله كلام عجيب، قال لله در أقوام أخلصوا الأعمال وحققوها، وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوها، وقهروا نفوسهم عن أغراضها الدنيئة ومحقوها، فعن إبعاد مثلهم وقع نهي النبي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ابتلاهم فرضوا وصبروا، وأنعم عليهم فاعترفوا وشكروا، وجاءوا بكل ما يرضى ثم اعتذروا وشمروا عن ساعد الجد. فلما أصبح الصبح انتصروا، فنالوا غاية الإمكان بالمكان العلي، يدعون ربهم بالغداة والعشي. صعدت أعمالهم بالإخلاص صافية، وارتفعت أعمالهم بالصالحات ضافية، والناس في أخلاط والقوم في عافية. ففاق المولى منهم على الرئيس القرشي، يدعون ربهم بالغداة والعشي. كلما هدلت حمائم نوحهم هطلت غمائم شجوهم، دموعهم في الدجى ذوارف لما بين أيديهم من المخاوف. إذا جن الليل فالقلب محاذر والجفن مخاوف، فنالوا غاية الإمكان في المكان العلي. ولذلك الصحابة هم خير وأفضل ممن جاء بعدهم، ولا يأتي من بعدهم من هو أفضل منهم. ولا ساعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أعمال الإنسان عمره. ولذلك لما سئل بعض السلف خير معاوية أو عمر بن عبد العزيز، قال لغبار دخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبد العزيز وآل عمر بن عبد العزيز. ولذلك دعا عليه سعد رضي الله عنه، فجاءت ناقة فانجفل الناس لها فقتلته، فتبع الناس سعد يقولون قد استجاب الله دعوتك، قد استجاب الله دعوتك. من الكرامات الثابتة ما جاء في البخاري في قصة عاصم ابن ثابت، هذه السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من الصحابة. فلما بلغوا مكانا معينا سمعت بهم بعض القبائل فحاوطوهم ثم استنزلوهم، فقال عاصم والله لا أنزل على ذمة كافر، فقتلوه ورهطا معه. ثم بقي خبيب ورجلين فأنزلوهما،
على ألا يقتلوهما، فلما نزلوا غدروا بهما وأطلقوا أوتار القسي وأوثقوهم بها ثم ذهبوا بهم إلى مكة. فابتاع بنو الحارث ابن عامر خبيبة وقتلوا آخر في الطريق، وهذا هو الشاهد. فحبسوا خبيب لأنه قتل أباهم على أن يقتلوه أمام الملأ من قريش. فبينما خبيب يوما وقد استعار منهم موسي يستحد بها، أي سكينا أو آلة حادة يزيل بها الشعر، قال إذ جاءه صبي لامرأة حبسوه في بيتها فأجلسه على رجله، قالت فرأيته ففزعت فزعة عرفها في وجهي، قال ما كنت لأقتله، قالت فكانت تقول والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق بالحديد، وما أراه إلا رزقا ساقه الله إليه. ومنها أيضا أن بشر بن عباد وأسيد بن حضير كانا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ فلما خرج بلغ موضعا مظلما، قال فأضاءت عصاتهما كالمصباح يمشيان بها، قال فلما افترقا أضاءت عصا كل منهما. وكذلك ما نقل تصحيحه الشيخ الفوزان حفظه الله من أن أهل حصن حاصرهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فطلبوا منه أن يشرب لهم السم فسمى الله ثم شربه فلم يضره، فكان نصرا للإسلام والمسلمين. فالكرامات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن لهذه الكرامات ضوابط، أهمها أن تقع الكرامة من متبع للكتاب والسنة غير مفارق لهما في عمله أو في اعتقاده أو في أقواله أو في أحواله أو في سيره، فإن فعل ذلك ما كانت هذه كرامة، وإنما تكون شعبذة أو سحرا أو شيئا من مخاريق الكهنة والشياطين. ثانيا، يشترط فيها ألا تخرم قاعدة دينية وألا تعارض نصا من القرآن، لأنه في تعريفها جاء أنها خارق للعادة وليست خارقة للشرع. لا يقبل أن تقول أن الأولياء يعلمون الغيب مع الله وتقول هذه الكرامات، كما قال ذلك الخميني، قال وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، وأن أئمتنا يعلمون ما كان وما سيكون. هذا لا يعتبر من الكرامات، ولذلك الكرامات فيها ربط للعباد وإرجاع لهم إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن سنة الله في نصر عباده المؤمنين وفي تثبيتهم وفي تأييدهم ماضية بشرط أن يتمسكوا بالكتاب والسنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس في الكرامات
على طرفي نقيض ووسط، منهم من يغلو في ذلك فيصرف أو فينسب إلى الأولياء ما هو من خصائص الله ويسمي ذلك كرامات. وده أخواننا منتشر الآن في الإذاعات وفي القنوات وفي المكتبات، يقول لك من كرامات الشيخ أن الناس لما أرادوا أن يدخلوا طريقته أرادوا منه كرامة، فقال: أي نوع من أنواع الكرامات تريدون؟ قالوا: نريد إحياء الأموات. قال: فذهب بهم إلى المقابر واختاروا قبراً فأخرج لهم من فيه، وكان رجلاً فكلمه ثم رجع. يقول لك رضي الله عنه، ويقول لك الشيخ أحيا الميت المقبور وخلق امرأة من شجرة وسماها بخيتة كما في كتاب لك سلام مني، كويس؟ قال الشيخ مرته قالت له دائرة خادم، فأخذ ثوبا وساق تلميذه وأمره بقطع شجرة وغطاها بالثوب ثم جعل يذكر الله بهمة عالية. قال: فتحرك الثوب وصار أمة وسماه الشيخ بخيتة. ومنها أيضا من هذه الكذبات والكفريات التي يدعون أنها من الكرامات أن وده كتاب اسمه قطرات من بحور الطريقة السمانية، قال التلميذ قاعد مع الشيخ ويعبد الله، فقال له الشيخ: ما لي أراك مجتهدا في العبادة قليل الثواب والأجر، لعل والدك مات وهو غير راض عنك. قال: نعم. قال: اذهب بنا إلى قبر أبيك. قال: فأحيا له أباه، فقال له: اقبل شفاعتنا في ولد، فرضي عنه وعفى عنه ثم رجع. ده كل يا أخواننا ليس من الكرامات في شيء، وهذا كله كذب. وأعظم من ذلك أن يدعى أن من الكرامات التصرف في الكون. عندنا في السودان مدحة مشهورة جدا عن ولي من الأولياء السودانيين، يقول لك: جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شانجلوك قلب. وأن الشيخ في كتاب آخر: ربنا ملك الكون 33 سنة فلم ينقص منه جناح بعوضة. ده كله يا أخواننا ليس من الكرامات في شيء، ليس من الكرامات في شيء. والذين يجيزون مثل هذه الأعمال عندهم شبهات، يقول لك: ما جاز أو ما كان كرامة معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ولو كانت هذه العبارة صحيحة وليست هي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ لو كان الكلام صحيح لصار الأولياء أنبياء. ولذلك ربنا حكى في سورة الأنعام: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ربنا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال الإمام الطبري رحمه الله: وإذا جاءتهم آية معجزة من الله على صدق هذا النبي، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال العلامة ابن جرير رحمه الله: أي أن نؤتى مثل معجزات الأنبياء. يعني الواحد داير يكون عنده الناقة لصالح والعصا لموسى وانشقاق البحر له عليه السلام وانشقاق القمر لنبينا عليه الصلاة والسلام. ربنا قال: حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
أي أن هذه المعجزات، هذا كلام ابن جرير، أي أن هذه المعجزات لا تكون إلا لمن اصطفاه الله لرسالته، فلا يمكن أن تكون معجزات الأنبياء كرامات الأولياء. ولذلك قال ابن تيمية والفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء في أمرين ظاهرين. الأول أن من جنس آيات ومعجزات الأنبياء ما لم يقع إلا للرسل والأنبياء، كنزول الكتب وكانفلاق البحر وكانشقاق القمر وكخروج الناقة وغيرها من الآيات. وأما ما تساوى فيه الأنبياء مع غيرهم في جنس الكرامة لا في قدرها وفي حجمها، مثل تكثير الطعام، فللأنبياء من ذلك الحظ الأوفر. ولذلك جاء في الصحيحين أن أبا بكر الصديق انطلق ببعض أهل الصفة وقدم لهم الطعام فسموا الله، فكانوا لا يأكلون لقمة إلا ورأوا مثلها في الإناء، وهذا من الكرامات. أما ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كثير ولا يلحقه أحد، منها إطعامه للجيش في حفر الخندق، ومنها إطعامه غير ما مر لأهل الصفة، ومنها دعاؤه بالبركة في الماء في سفر، ومنها لما أراد الناس أن ينحروا الإبل جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الناس إذا نحروا الإبل لم يكن لهم شيء يتبلغون به، أو كما قال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يجمعوا من أزواجهم، ثم دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فأكل الجيش كله. فلا يقع للأولياء ما يقع للأنبياء من المعجزات، ولهم شبهات كثيرة. النوع الثاني الذين ينكرون الخوارق جميعها، وهؤلاء إنما يعارضون الحقائق الثابتة مثل الشمس، يعارضون القرآن والسنة. وبعضهم يقول أننا إذا أثبتنا الكرامات اختلط ذلك بمعجزات الأنبياء، وقد رد عليهم العلماء بأن الفرق من أعظم الفروق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أن معجزات الأنبياء يتحدى بها وفيها دعوى النبوة، فلو ادعى هذا الذي يزعم أنه ولي أن له معجزة وادعى النبوة لصار كذابا مشركا متنبئا وليس بنبي. ولذلك المنهج الوسط العدل إثبات الكرامات، وأنها تقع على يد الأولياء ليس بأهوائهم، ولا ينشرون ذلك بين الناس، ولا يطغون بذلك على الناس، وإنما يزيدهم ذلك تمسكا وإنابة ورجوعا إلى الله. وأن أعظم الكرامة هو لزوم الاستقامة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.